عايز اتكلم معاك في محور هام اخر، وهو فيما يخص عقوبة توقيع اللاعب لناديين في وقت واحد. كارثة. احنا كان عندنا مثال، مثلا انا هتكلم على الزمالك بما اننا في قناة الزمالك. احنا كان عندنا مثال شهير وهو حسام اشرف. حسام اشرف كان وقع لنادي في اخر 6 شهور من عقده مع الزمالك في الكاميرون، وبعد كده احنا وقعنا معاه، النادي الكاميروني اشتكى، احنا توقفنا القيد بكل بساطه. ده بناء على ايه؟ ده بناء على الماده 17 في لوائح الفيفا اللي هنلاقيها هنا في الصوره رقم 9. لما انت تيجي تتوقع مع ناديين في نفس الوقت، انت بوبنزا برضو وابو بنزا نفس الكلام، بس هنا احنا الحاله في مصلحتنا احنا، لكن انا بنتكلم على حسام اشرف بيكون قرار صدر اوريدي وتم اتخاذه. فانت لما تيجي تتوقع مع نادي وتروح تتوقع مع نادي تاني، انت كده بتوقع في الفتره المحميه اللي هي بتبقى يا اما سنتين لو اللاعب اكبر من 28 سنه، او 3 سنين لو اللاعب اصغر من 28 سنه. الفتره المحميه دي بتلزم لجنه فضل المنازعات او الفيفا تريبيونال او لجنه شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكره القدم ان هي تفرض عقوبات على اللاعب والنادي المخل بالعقد. فانا لما انا كلاعب النهارده بوقع مع نادي الزمالك وتاني يوم رحت وقعت مع نادي تاني، انا نادي الزمالك ده ليه حق مني ومن النادي الجديد طالما انا ما التزمتش بتوقيعي مع نادي الزمالك. ده بناء على الماده 17 هنلاقي ان اول كيسز انه ذا بارتي ان بريتش شال باي كومبنسيشن. يعني ايه؟ يعني في كل الحالات هتاخد تعويض مادي. ولكن ايه الحالات اللي يتم فيها ايقاف النادي من التعاقدات وايقاف اللاعب لمده 6 اشهر؟ الحاله دي ان انت تكون وقعت في خلال الفتره المحميه. فانت لما تبقى موقع النهارده معايا وبكره رحت وقعت، انت عندك سنتين فتره محميه، فانت كده وقعت في الفتره المحميه. فهنا الاتحاد الدولي لكره القدم بيلتزم او بيبقى مجبر ان هو يفرض عقوبه على النادي بالايقاف وعلى اللاعب بالايقاف. نعم. طيب قصه بوبنزا والراي القانوني فيها واضح وصريح، واعتقد يعني كل جمهور الزمالك بقى على درايه بهذا الشان. موقف الزمالك في قضيه بوبنزا اقوى بكتير من موقف النادي الكاميروني في قضيه حسام اشرف. يعني في حسام اشرف مثلا النادي الكاميروني ما كانش عنده بطاقه دوليه للاعب، ما استدعاش اللاعب للكشف الطبي. صحيح. لكن احنا هنا عندنا بطاقه دوليه للاعب، فده معناه ان الزمالك رفع العقد الخاص باللاعب على تي ام اس اللي هو نظام الانتقالات بتاع الفيفا بنسميه ترانسفير ماركت ماتشنج سيستم، ده الابريفيشن بتاعه بالظبط. فهنا انا من خلال العقد ده تحصلت على البطاقه الدوليه. طب انا معايا البطاقه الدوليه بقى اللاعب من حقي. صحيح. هل لو العقد ده مش كامل كان الزمالك تحصل على البطاقه الدوليه؟ طبعا لا. فانا تحصلت على البطاقه كل الدوليه. بنود العمل، بنود العقد مكتمل، عقد العمل مكتمل. صحيح بالظبط. صحيح. طيب